والعادات الأمور التي لو لم يأتي الشرع هي في حياة الناس، كالأكل والشرب والنكاح والبيع والشراء والصحبة والعزلة والسفر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من عادات الناس يتناصحون، ينصح بعضهم بعضا. هذا يعني إذا كان الإنسان خلقته سليمة، إذا لم يكن أنانيا. وما جاء من آداب المعيشة، هذه عادات الناس، عند الناس عادات. جاء الشرع ونظر لهذه العادات وأصر لها وضع لها قواعد وضوابط. الآن كذلك الأمر، إذا جاءني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنده كذاب، نظرت إلى المتن يقول مثلا لا تكثروا من الطعام، فأقول هذا متن موافق لأصول الشرع لكن سنده فيه كذاب، فيرد من جهة السند لكن المتن صحيح. كذلك إذا جاء حديث من جهة الوضعين ولكن متنه يخالف الإسلام، كلوا واشربوا وأكثروا، فنقول هذا الحديث متنه مردود وسنده مردود أيضا، مطعون فيه، فيه كذاب، فيه متهم بالكذب. إذا جاء الحديث سنده فيه ضعف، راوي مجهول، سيء الحفظ، عنده بدعة، هذا الحديث جاء مرسلا أو منقطعا، وإلى ما يتبع ذلك من صور التضعيف، ولكن متن هذا الحديث يوافق أصول الشرع من تحسين، من الإنجاب، من تزاوج، من الكسب الحلال، من الصحبة الصالحة. جاء متن الحديث يحثك على الصحبة الصالحة، فتقول هذا الحديث ضعيف أو مرسل، لا نعتمد على السند، لكن متن هذا الحديث موافق للكتاب. إذا جاء النص مخالفا، إذا جاء النص مخالف للقطعيات، مخالف لأصول الإسلام، الآن نقول هذا الحديث مردود سندا ومتنا، أو أنه حديث مرسل، أو أنه حديث منقطع، وإلى ما يتبع ذلك. لكن إذا وافق أقول هذا المعنى صحيح ولكن من جهة السند فهو مطعون فيه. إذا جاء حديث سنده صحيح، رواية العدل الضابط متصل السند من غير شذوذ ولا علة، يوافق متن هذا الكتاب، متن هذا النص، قطعيات الإسلام، أصول الإسلام، كتاب السنة، فبها ونعمت. إذا جاء فيه خلاف، فيه مخالفة لي ما جاء في الكتاب والسنة، هذا هو النوع الذي يتكلم عليه العلماء عندما يقولون لا نأخذ بحديث الأحد. حثنا الإسلام على الصبر، هذا حديث جاء بعدم الصبر أو عدم الشكر أو عدم الرضا أو إلى ما يتبع ذلك، فنقول هذا صح سنده لكن هذا حديث أحد يحتمل الخطأ والنسيان والوضع وإلى ما يتبع ذلك، فصح سنده لكن هذا المتن مردود، خالف الأصول وخالف القطعيات. وهذه هي المشكلة عند أعتذر ما أني أتكلم على العادات، جاء في الحديث أمور مثلا تحث على عادات سيئة، فيرد هذا المتن مع أن في سنده صحة، هذا من جهة الأحد المتواتر لا يجوز فيه يعني أن يقع فيه مخالفة للإسلام، إذا نقله جمع عن حس حالة العادة تواطؤهم على الكذب وأفاد يفيد العلم. إذا اكتملت هذه الشروط في نص يستحيل هذا النص أن يكون مخالفا للقواطع الإسلامية، ولو وجدنا عند بعض الناس مخالفة يكون هذا المخالف خالف الجمع الكثير، لكن روايات أو الأخبار التي جاءت على الجمع الكثير تفيد معنى هو يوافق الإسلام، لا يخالف الإسلام وقواطع الإسلام وأصول الإسلام وقطعيات الإسلام.
وإن كان ظنية الدلالة هذا الخبر يندرج تحت ما كان ظنيا ويؤول ويطبق عليه الأصول والقواعد بحيث يخرج على وجه صحيح. المهم أيضا في هذا الباب عندما يقول عالم لا أخذ بهذا الحديث لأنه أحد، لأن هذا الحديث هذا الحديث نصه خالف المقطوع أو خالف الظني عند مجتهد فرده.